كل لحظة وحضراتكم طيبين. يصح حد يشتري حاجة الناس من غير ما يعرفه؟ طب اللي يعمل كده يستحق ايه؟ اهو ده اللي حصل. ما تيجوا نشوف الطقم دوت. الصدام شكل يعني شافته اللي ده لو في السوق كده كده جدلان، اللي هيجي ياخد هيشكل زي عروسه مشكله. يا عم مشكل بس الخشب واحد وخشب زان. ما هو زان ماشي، هو زان ماشي، دي زان وده زان وده زان، بس ده جتلان في السوق. يا عم مدام زكيه قالت ما تبيعش اقل من 500 على الافي. طب انا يا عم عشان مدام زكيه انا اخر كتهواتي 175. قلت ايه؟ بص يا عم عشان احنا بلديات انا اقنع مدام زكيه 250 جنيه على الافي. قلت ايه؟ يا عم ده جت والله يا عم 250 جنيه وخلاص وانا اقنعت. يا عم ماشي انت كسبان. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه يا مالك؟ اللي مالي؟ في ايه؟ ايه انت بتشيل عزام ليه؟ اشتريته منه. اشتريت من مين؟ من شخص كان هنا وقت بواب راح للمحل وقال لي على ده. مين شخص ده؟ شخص بواب وواقف. يعني ايه يعني واقف؟ مش فاهمة حاجة، فهمني ووضح لي. انا افهم افهم انا قول لي طيب افهم. انت بتطلع دلوقتي يا راسي بره رميها قدام باب الشقة وبتشيل ده وخير. اشتريت انا من شخص وعطيته 250 جنيه ده. مين هو الشخص ده؟ واحد بواب راح لي لابس جلابيه. البواب اهو. بوابيه ده؟ لا 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 هو يا وليه كده. استنى استنى ايوه هو. ايه وليه يعني ايه؟ هو ايه؟ نازل الحياة. انا مشتري الحاجة دي. مشتري ايه؟ مشتري انا صعب في الشقة ومفاتيح معايا في ايدي. وهي الشقة مطفشة ما هيات زي ما هي. يعني ايه الشقة مطفشة؟ مكسور ولا معمول ولا هو اللي فتح له ولا اعطيته. مش فاهمك خالص. نازل حاجة اتكلم معاك اتفاهم. ضحكتي وغلتي. طب هاتي لي فلوسي. انت مزعل ليه؟ امال خبر يا وليه اوعى كده. لا 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 بخي انا بخاف من بخي. اوعى لما اقول لك بخي 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 يعني نازل الحاجة. اوعى انت نازل العزام يا راجل. انت تتجننت. طب خلاص اديني فلوسي. طب نازل الحاجة. طب اديني الشخص. ها مين؟ هات الشخص اللي بعدي. يا دي الشخص ده اسمه الشخص. اقول يا شخص مش وراني انا ناس بعرف اسمه. طب احكي لي حكايه من الاول بعد اذنك بقى ابقى فاهمه. جانا انا هناك. قال لي مين جانك هناك؟ هو الشخص اللي كان موجود هنا. جالك فين؟ جاني المحل قال لي دوت عايز تبيعه رحت مشتري منه. جالك ازاي؟ خدوا هناك وداهو لك؟ لا جابنا انا هنا. لا ما انت جيت هنا حصل ايه؟ حصل تمنى وقال لي الاخر قلت له عشان خاطر اعطيته 250 جنيه. ده مين ده؟ شخص لابس جلابيه هنا. معاك عقد ابتدائي؟ عقد ابتدائي بتاع ايه؟ عقد ابتدائي بتاع البتاع اللي انت اشتريتها. وانا اشتريت فدمتي نوع يا وليه كده من جد. بخ بخ احنا بخ اوعي تاتا 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 تعلمينا الحرب ينتهي. حرب يعني ايه؟ يعني ان احنا هنتعلم الماشي ولا صغيرين اطفال. طب معاك اسال باستلام الحاجه؟ اسال يعني ان احنا اشترينا الترماي. اوعى الجمبري العرضه. جمبري ولا حلوشه؟ يعني حلوشة؟ حلوشة اوعي ولا يعني جمبرة يعني. ولا جمبرة ولا حلوشة اوعي. حلوشة يعني ايه؟ اوعي ايدك احنا نخاف من عدا ولا منك. انت انا تكون بتشتمني. اشتمك يا حلوشة ولا تعابين تاكلنا اوعي. تعابين تاكل مين؟ اوعي ايدك يا وليه. العملية 77. انت يا وليه يومك اسوة ست ولا راجل مالك؟ ايه كده؟ اوعي. انا اشتريت الانتريه. اشتريت القطر ايه؟ اشتريت الانتريه. اشتريته من مين؟ من البواب بتاع حضرتك. البواب بتاعي اهو. لا مش دوت. انت بتشيل كده الحاجه وماشي بيها من غير ما اصل معاك ولا اي حاجه خارج كده؟ يا مدام انا داخل من الباب. انا لسه لو تكررت. لا لسه انا داخل من الباب. لقيت لك حل. ايه هو الحل دوت؟ اقعد بس وانا واعيك يا ست. انا مش هقعد. اكيد اللي عمل العمله البنيله دي بيسو. طب انا ماله مال بيسو؟ انت تعرف بيسو مين؟ لا معرفش بيسو مين. اعرفك بيسو مين بقى. بيسو ده كان خطيبي. في يوم كده زعلت واحد رمى الدبله في وشه وقطعنا العلاقه بينا. بس انت ماله مال بيسو؟ ما انا واعيك. انا جاي اشتري حاجه. ماله مال بيسو؟ انت دلوقتي مرتبط؟ لا مش مرتبط. كويس. وانا بعد ما سبته بقيت واحده ثانيه. انت وحداني واحده ثانيه. يبقى خلاص. طب انا ايه مشكلتي بده كله يعني؟ يعني نلم الحكايه مع بعض ونعيش مع بعض بدل ما انت تاخد عزال وتدفع فلوس والعزال موجود ونعيش مع بعض. يا ست انا جيت اشتريت حاجه. بص بقى من الاخر انا قلت لك الحل. اذا عجبك عجبك مش عجبك هجيب البوليس. ها هات البوليس. الو 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 ايوه يا زينات هبعتها لك مع البواب.
ده في حاجه تانية غير الطقم ده؟ لا ده هما الخمس كراسي بس، الكنبه دي والاربع كراسي والترابيزه. ما شاء الله. طب ترابيزه ساعات المدام في الطبق 500 جنيه فيه كتير يا عم. عليك 500 جنيه ده شوف يمشي معاك بكام لو ينفع نخلص فيه. يمشي معاك ب 140 جنيه ان شاء الله. اخ لا لا صعب. يمشي معاك ب 200 جنيه؟ لا كتير عليه. لاش خاطرك انت وبديك 180 جنيه اخو خلص نهايته. شوف انا تحت امرك. 180 جنيه واخد حلاوتي منك. لا انت خد 180 هات وخد حلاوتك منها. انت ناشف قوي. ها 3 4 5 شوف لك حد يشيل معاك الطاقة. ماشي ماشي روح. ايه ده؟ ايه في ايه؟ اما قال في حاجة ساعات. تقلب في ايه؟ الحاجة. يعني انزل كده السوق اجيب حبة فاكهة وحبة خضار. انا الشقة مفتوحة وناس جواها، انت مين؟ انا جاي من البواب دلوقتي. انت من البواب؟ لا انا جاي من البواب عشان اشتري النابولي. جابك البواب ازاي يعني؟ عشان اشتري حاجة واشتريته ودفعت له فلوس. تشتري ايه؟ اشتري الانتريه. الانتريه ده؟ اه. ليه؟ انا هو حد قال انا ببيع حاجتي؟ ساعدتي كده اشتريت الحاجة خلاص على كده وانا دافع فيها 180 جنيه. الله! طب البواب ده العمارة اللي ما فيهاش بواب اساسا. ازاي يعني؟ طب ايوه انا ما عنديش بواب. امال انا دخلت بطاقية لفة هنا ولا نزلت بباراشوت؟ نزلت بمين؟ بباراشوت. لا 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 انت بتيجي تتكلم بلهجه مش عجباني. لا ازاي؟ لا 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 تحترم نفسك. انا محترم نفسي. لا عيب ما تتكلمش كده يا مدام. انا محترم نفسي. انا لسه لو تكرمت. خلاص انا لسه بخ 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 ايه انا ما بقى لما قلنا بخ 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 انت احكي بالظبط ايه اللي حصل. طب انا ما احكي لها بالظبط. طب طول بالك. طب اديني فرصه. لا بتلولي بالكلام. اه كل ما اكلمك قلت لولي والكلام. طول بالك. طيب طب انا مطوله بايه؟ اتفضل. حاضر. البواب خد الفلوس مني وجاش الحاجة دي جت هبت فيا. مين اللي هبت؟ انت هبت. هو انا ايه كلبة؟ انا عارف. وبعدين انا دافع فلوس للطيبة ده. دافع 180 جنيه. دافعها لمين؟ دافعها للبواب بتاعي. بقول لك مفيش بواب في العمارة يبقى مفيش فلوس اساسا. ازاي يعني انا مش منقول من هنا حاجة شافت فلوس؟ وانت مين قالك تتنقل من هنا؟ ده انت مش هتتنقل خالص. خلاص اتفرج على اللي هيحصل لك. هيتفرج ايه؟ يا نجاتي ونجات ولا نيلة. اعمل اللي تعمليه. احكي لجوزي ده. ده حبيبي. ده اللي مدلعني ومهنيني. لا يدلعك ولا يهنيك. انا مال انا لا. طب احكي. في واحد بواب جاني المحل قال لي انا عندي انتريه انا عند المدام عاوز البيض. مدام؟ اه. قلت لك انسه 100 مرة. انسه ازاي وازاي دي جوزك طيب؟ انت مالك دي حاجات خصوصية. خصوصية ازاي هتخصوصيكي؟ انت مالك ومال خصوصيتي؟ طب مش انت اللي مرجو لما يدلعني ومهنيني. ايوه يدلعني انا اقول اللي انا عايزاه. طب خلاص يدلعك. ايه ده؟ انت مين؟ انا جاي اشتري طقم. تشتري طقم؟ اه. انت دخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ انا دخلت البواب جالي. دخلك جالك مين؟ انت خالك مين؟ البواب قال لي انا. خالك بواب فين؟ لا البواب هو ده حضرتك جالي البواب. جالك فين؟ جالي المحل قال لي فانتري البيع. في ايه؟ قال لك ايه؟ فانتري البيع. فانتري ايه؟ البيع يا فندم. انا ما ببيعش عندريهات. انت اللي دخلك هنا يا فندم. انا دخلت بمزاجي. كان في واحد معاه البوابه يا فندم. ما في بواب في العماره اساسا. انا دخلت يا فندم بمزاجي. احكي لي بس ايه اللي حصل يا فندم. انا البواب جالي. ايوه حضرتك. بس اهدى بس حضرتك. ما تقعدش شاور في وشي تقول ايه. حاضر يا فندم. حاضر. تقف باحترام يا فندم. حاضر اقف. وعيب الكلام ده. ماشي ايه ماشي. اتفضل قول يا فندم. البواب جالي. ايوه فتح الشقه. ايه اللي بواب يا فندم؟ بقول لك البواب اللي جالي هنا بواب جاء قال لي انا في الانتريه ده للبيع. ايوه فصلته وعطيت له 200 جنيه. أيوة. وعطيت له كمان الشاي بتاعه وقال لي خمس دقايق وهجيب واحد واجي يشيل الاكل. انت الشاي بتاعه ازاي يعني؟ انت شايل معاك شاي بتديه اي حد؟ لا يا فندم مش ده فلوس يا فندم. يعني ابدته فلوس. مين ده اللي ايه ابدته فلوس يعني؟ يعني عطيت له الشاي يعني بقى الشاي بتاعه. ايه افكته يعني؟ ايه يا فندم احنا بلغه صناعيه عندنا يعني عطيت له فلوس. افكته يعني ابدته يا فندم. بقول اه يا فندم. طب اديته فلوس؟ ايه يا فندم بس عشان خاطر يعني تديله فلوس وتديله شاي كمان. استنى عندك. استنى ما تتحركش. استنى ما تتحركش. ما تتحركش. عايز فلوسي. ما تتحركش. ايه ده يا فندم تقول الباب ليه؟ ما تتحركش. انا قاعد اهو. شوف ما اتحركش. انا عايز فلوس الاول وبعد كده انزل. انا هشوف ايه الحكايه. ايه يا فندم بتقفل الباب ليه طيب؟ ايه ده الشغلانه اللي مش معديه دي؟ عاوز ايه؟ مش عايز حاجه انا. امال ايه؟ مش عايز حاجه. انا عايز اخرج ولا عايز فلوس ولا عايز انتري ولا عايز حاجه خالص. انت عايز كام يعني؟ 220 جنيه مش عايز ازهر. 220؟ اه. لا ما حدش حد يجب عليا. ما جب علي. امسك عقبال ما اجيب لك بقيه الفلوس.